السلام عليكم ورحمة الله، تحياتنا كل متابعين قناة الحمام الجزائرية قناة بيجو ألجيريا. فيديو جديد إن شاء الله، نقدم لكم اليوم فيديو جديد يتعلق بالحمام، بترويض الحمام. كان بعض المتابعين كتبوا لنا في التعليقات باللي نجيبوا حمام ومن بعد نهار نطلقوه يروح، مفهوم؟ ومشكلة هذه، يعني واحد يخسر دراهمه ويجيب حمام مثلا بغالي في السوق، في ثمن غالي، ومن بعد يطلقوا يروح له الحمام يغدى له هكا خسارة. اليوم جبنا لكم الفكرة كيفاش تروم الحمام وما يروح لكش الحمام وما تعودش في خسائر وتعود مغيوض انه راح لك الحمام. وهذه من المشاكل اللي يعانوا منها المربين وخاصة المبتدئين. اليوم جبنا لكم طريقة، طريقة سهلة جدا، طريقة سهلة وتقدر تستعملها باش الحمام ما يروح لكش. وخاص وراني نأكد الفيديو هذا خاص بالجماعة، بالمربين اللي عندهم الحمام طيار. يعني اللي عنده حمام طيار، وش معناتش حمام طيار؟ انك تطلق الحمام ما مش يطير من الحيط لحيط ويهبط، لا الحمام يقعد يطير، كيما يبدا من التركي للباكستاني للطار الايراني، هذا لراس هذه حمام طيار ما يهبطش. سمع على ما تلقوا يطير يقعد يطير، البرمنغهام الانجليزي، هاد الانواع هادو من انواع الحمام الطيار. قبل ما نبداو ان شاء الله ما تنساوش ديروا لنا الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش تلحقكم اي حاجه جديده. وبدون اطاله راح نبداو ان شاء الله الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بون، عندنا هذا الحمام، يعني ماهو هذا خارج عندنا، هذا الحمامات هذو خارجين عندنا وما طاروش، مفهوم؟ ما طاروش كل هذه الحمامات هذو. يبقى اليوم راح نطلقهم، راح توقع لنا مشكله، راح توقع لنا مشكله. واش راح نديروا؟ نجيبوا كاجا كيما هكا، هكا الكاجا نحطوها، هاد الكاجا هذه نحطوها هكا، الكاجا هذه نحطوا كاجا. شوفها، شوف تبعني مليح ليك، شوف الكاجا هذيك وين راهي محطوطة، فارغة لي كاج تاع الحمام، هاذو لي كاج تاع الحمام. شوف معايا، ها هاي السجنة، هاذي السجنة، مفهوم؟ ننصح بالطريقة، ننصحكم بطريقة أنو ديروها، أنو اليوم الأول خلوهم هكا، حطوهم هنا، هزوا هاد الحمامات هذو. هالكاجا هذه سيباري باش نتفاهموا اعزائي المشاهدين، هاد الكاجا هذه سيباري. راح نجيب الانثى، نجيب الانثى هذه، هاي الانثى، الانثى نحطها هنايا ونسكر عليها. وراح نجيب المال، هذا المال ونحطه هنايا ونسكر عليها. احسن حاجه ديرها انك تخليهم اليوم يحفظوا الدار مليح، يحفظوا الحيوط، يشوفوها ويشوف الحمام، ويهز راسه ويشوف حتى الحمام اللي راح يطير. عندنا حمام راح يطير، عندنا هذه الانجليزيه راح تطير، عندنا هذو التركيه راح تطير، هذاك حمام قلاب تركي ثاني راح يطير. يحفظ الحيوط ويحفظ الاجواء، يحفظها مليح، ومام طو يحفظ الحمام اللي راح يطير. وعندنا حمامات ثاني راهم طالعين مليح الفوق، ما شاء الله راهم طالعين، راهم ليكم، راهم ليك. دركا هو يبدا يديكوفري في الحاله هكا، يشوف يحفظ باللي كاين كاجات، باللي كاينه سجنه هنا، باللي كاين الدار هنا، الحيوط هكا يحفظ مليح، يحفظ باللي كاين قرمود من هيك، فيه حمامات حاطين، او يشوف هو، او يحفظ البلاصه مليح. احسن انك تخليه 24 ساعه، مفهوم؟ انا باش ما نطولش عليكم راح نحللهم، نحلل المال. درك هذه الفلفل نتاعو هنا في كاش سيباري، ما تقدرش تلحق المال نفتح له ونخلوه، خلوه يخرج وحده. كان نقطه هامه، تبعوني مليح، انك ما تخليهش ما تزعكوش. هذا هو معول يخرج، بعد هذا هو معول يخرج. درك نتفرجوا فيه من بعيد، ندير لكم الزوم ونتفرجوا فيه من بعيد. هاوليكم هذا المال،
هو معول يخرج او يشوف يحفظ الانثى نتاعو. يحفظ مامطو يشوف وش كاين الفوق، راه صار الفوق من طيور ومن والسماء والاجواء، يشوف مليح ويحفظ. سما شغل بمعنى يحفظ البلاصه مليح في راسه باش كي يطير يعرف وين يروح، ويحفظ باللي راهي الانثى نتاعو في الكاجه هذيك. بون هاو خرج، هاو ليكم خرج. بسم الله بسم الله على بركه الله، ان شاء الله يا ربي ما يروحش، ان شاء الله تنجح لنا الطريقه هذه، الطريقه ومجربينها يعني وناجحه 100%. شوف يبدا يمشي، ما اياك تنشو، اياك تزعقوا، اياك تطيروا، خليه وحده وحده يطير. ها يبدا يمشي، الى رجع الكاجه نتاعو اياك تخرجوا من الكاجه، خليه هكا كيما رانا نشوفوا. يعني الطريقه تقدر تجربها في حمام خرج عندك وما طارش كل، يعني جامي طار ولا مره طار في حياته، والله يكون حمام شاريه جديد في السجن نتاعك ودربوا بهالطريقه. يشوف، يشوف في الحمام، يشوف في الكاجات، يشوف الحمام اللي راح يطير. عندنا حمامات راهم يطيرين ما شاء الله، راهم طايرين ليكم كما رانا نشوفوها. شوفوها فوالا، عندنا انجليزيات وبرمنغهام وقلابات تركيات، هاو راهم طايرين. هو يبدا يشوف. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم من جديد. كما قلنا لكم المال، ها لكم المال، هاي لكم المال. هاو ما كانش طار، طار راهو في الجو يطير، هاو يطير فوق الدار وراه يشوف الانثى نتاعو. هاو لكم المال، هاو لكم، هاو لكم. نعرفوا بيسك الحمام الاخر كل راني مقيدو، حافظوا من اللون نتاعو، نعرف الحمامات اللي راهم طايرين نعرفهم. فوالا هاو لكم، هذا هو الفحل. هاو يحوم فوق الانثى نتاعو، ما بعدش في الحقيقة، ما بعدش من الدار. هاو لكم، عندنا الحمامات هذو نتاعنا ثاني راهم طايرين، ها كيما رانا نشوفوها. هاو لكم راهم طايرين، وراه 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 وراه، هذا خطيه، هذا خطيه، وراه 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 وراه. ان شاء الله ما يروحش، ان شاء الله، ان شاء الله ما يروحش، ان شاء الله. كيما رانا نشوفوا الحمام هو قرب باش يهبط، والفحل اللي رانا نروموا فيه، اللي رانا نروضوا فيه على الدار ما بانش، مش باين. هاي الفيمالة هاي حدا، هو ما كانش، ما كانش. هذا تركي راح يهبط، هذا تركي يهبط، والاخرين ثاني قريب يهبطوا، وهو الاخبر، الاخبر ما نعرف وين راح. ممكن راهو حاط في كاش حيط ولا كاش عماره ولا كاش حاجه، يشوف الدار من بعيد ولا يشوف الحمامات من بعيد. ان شاء الله يرجع، لكن هذه هي الطريقه الصحيحه المناسبه باش تعلم الحمام، تتعلمه يعود يرجع للدار ولا يحفظ الدار. ان شاء الله كي يرجع نزيدو نصوره لكم. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتنا متابعين قناه الحمام الجزائريه. التصوير هذا تكمله للفيديو، الفيديو الخاص بترويض الحمام على المنزل، كيفاش تروض الحمام وكيفاش تروم على المنزل باش ما يغدلكش، يعني باش ما يتبحرش الحمام وما يروحش وما تخسرش. هذا هو المال، هاو رجع، هذا هو، هذا هو المال. يعني طار حو مليح فوق الـ فوق الـ فوق الـ فوق السقف، يعني طار وحو مليح فوق الدار مليح، وطار وهبط من بعد زاد طار وبقى يحاول يحاول. المهم بقى حافظ البلاصه نتاع الانثى نتاعو، هذه الاستراتيجيه نتاعو. ها هاو ليك، هاو يشوف الانثى مازال يديكوفري، هاو يشوف في الحمام، يحوس يجي الانثى نتاعو. ها شوف الطريقه، هاو كيحوس يهبط من هيك يجي الانثى نتاعو. ها شوف، هاو يشوف الانثى، ها هاو يشوف فيها، هاو يحوس يروح لها. شوف تفرج، شوف ها فوالا، هاو ليكم، هاو يحاول يشوف، هاو يشوف الانثى نتاعو، يحاول يروح للانثى نتاعو. هاي الانثى، هاي البلاصه تاع الصباح كيما تصورنا لكم.
ها هو لكم هو ها. آه الحمد لله نجحت التجربة، وبرب إن شاء الله جربوها ناجحة 100%. إيه وهذا هذا هذا من الحمام الطيار، هذا من أنواع الحمام الطيار، يطير هذا ما يطير ما يحبش معناتها كيطير مش يطير من حيط لحيط، هذا كيطير يبقى يحوم أو يحوس يهبط. درك يحط فوق الكاجة هاو جا الأنثى نتاعو. ما شاء الله كاين نوع من أنواع الحمام يزيد يعاونك، يكون ذكي الحمام، يكون ذكي يكون ذكي يعني يقيد البلاصة نتاعو، يدير لها علامة، شغل يدير لها علامة بعد. هذه هي الطريقة، هذه هي الطريقة الصحيحة والمناسبة والسهلة باش تروضي الحمام وتدربه مليح على المنزل، معناتها يطير وحط غير فوق الدار سما باش ما يغداش. دركا هذا خلاص نعودو نطلقوه، خلاص حفظها الدار خلاص. أو يحوس يجي الأنثى نتاعو. نستنوه لوحو شوية ماكلة للحمام باش يديرولو شوية الكوراج، نديرولهم شوية ماكلة باش يجو، نديرولهم شوية الكوراج لعله هو جيعان يشوف الماكلة. يهبط ثاني لأنك تجوع الحمام قبل ما تطيره، يعني نقطة مهمة جدا في تدريب الحمام. الحمام تجوع قبل ما تلقوتر خلي جيعان. هيا ارجع للكاجة، خلي المشاهدين يشوفوا كيفاش ترجع للكاجة باش نبينوا لهم باللي التجربة هذه ناجحة. يلا 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 عاد يغرد الله يبارك ويلعب. حفظ المنطقة مليح خلاص. هذا خارج عندي هنا لكن ما طرش. بعض المربين كيكبر الحمام وينش في جناحه وما يطرش الحمام، من بعد يطلقوا نهار يطلقوا يروح يغدا. هذه مشكلة من المشاكل اللي يعانوا منها المربين. خلاص هذا ما عادش نخافوا عليه، نعاودوا له الطريقه غدوه ثاني، نزيدوا نعاودوا له نفس الطريقه ونطيروه ونخلوه. خلاص نديروها له 3 مرات باذن الله، ان شاء الله ما عادش يروح. خلاص باذن الله يعود يحوم فوق الدار وما يهبطش، يهبط غير عند الانثى نتاعو، والله بمعنى يهبط فوق الدار، لان احنا نحتاجوا له. ومن بعد ركعه تبقى لنا مشكله واحده اخرى، كان اللي يقول لك بعض المتتبعين يقول لك مربين يقول لك كيفاش ندرب الانثى، نفس الطريقه نعودوها للانثى، نحبسوا المال ونعكسوا الطريقه، نخلوا الانثى تخرج بالعقل تحوم تشوف الدار تشوف الجدران الحيوط المباني، ومن بعد تبدا تنقل من بلاصه لبلاصه، ومن بعد نخلوها تطير. هاوليكم المال، هذا هو عاد توصل الصباح اللي كنا ندربوا في المال طلقناه. هاوليكم هاو حكم هاد البلاصه، تعلم مليح هاد البلاصه. هذا نعاودو نطلقوه وما نخافوش، هاو حتى السجن عاد يدخل لها ويتبع في الحمام، عاد يدخل للسجن. شوف ما شاء الله. وشكرا جزيلا على المشاهده، وما تنساوش ديروا لنا اشتراك في القناه باش يلحقكم اي حاجه جديده اللي نبارطاجوها في القناه، واي استفسار ولا اي سؤال خليه لنا في تعليق وان شاء الله راح نجاوبوا عليه. واللي باغي يتواصل معنا رانا دايرين معلومات في الديسكريبشن تاع القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.